عقدت لجنة السياحة اليوم بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة 23 يونيو 2020 لدراسة بعض النقاط في جدول أعمال الدورة لشهر يوليوز، اللي هي دراسة مشروع تعديل اتفاقية شراكة من أجل تهيئة بحيرة بودروة بإقليم وزان، والنقطة الثانية هي دراسة مشروع تعديل اتفاقية شراكة المبرمة مع شركة عربية للطيران المغرب لتعزيز الخط الجوي الرابط ما بين مطار طنجة وابن بطوطة وأكادير المسيرة سنة 2018-2021. تهدف هذه الاتفاقية هي تأهيل بحيرة بودروة بجامعة بني كلة، والأهداف ديال هذه الاتفاقية خلق فضاء سياحي وتعزيز البنية التحتية، دعم الاستثمارات في قطاع السياحة بالإقليم، وخلق تنافسية سياحية، وخلق أيضا فرص الشغل بإقليم وزان. التكلفة الإجمالية للمشروع اللي هو 33 مليون درهم و 200 ألف، وتبلغ مساهمة الجهة ب 20 مليون درهم على مدى سنتين 2020-2021. يوجد هذا المشروع بتراب جامعة بني كلة. بالنسبة لملحق تعديل اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، جهة سوس ماسة وجهة طنجة تطوان الحسيمة والشركة العربية للطيران المغرب لتعزيز الربط الجوي بين مطاري طنجة ابن بطوطة وأكادير المسيرة، هو إضافة خطين جديدين بالإضافة إلى خطين ديجا كاين، نظرا لمواكبة الطلب المتزايد على هذا الخط هذا، وكذلك لتشجيع السياحة الداخلية ما بين المدن المغربية.